حجر أساس دار المخطوطات العراقية يوضع بعد أعوام من التأجيل. هذه المرة يبدو أن وزارة الثقافة وبرعاية رئيس الحكومة مصرة على إنجازه بحلة جديدة بعد مرور 80 سنة منذ إنشاء أول دار للمخطوطات وأكبرها في العراق والعالم العربي عام 1931. هذا المشروع المهم جدا في تاريخ الشعوب، كما ذكر السيد الوزير، شعوب العالم تفتخر بإرثها بمخطوطاتها، ونحن مع الأسف الشديد كان هناك اهمال في تقديم الدعم إليكم في السنين الأخيرة لحفظ هذا الأرض وهذا التراث. اليوم نضع حجر الأساس لبناء هذه الدار الخاصة بمخطوطاتنا، والمخطوطات العراقية لها قصة أيضا في أهميتها وفي اعتماد الباحثين عليها وفي عددها الضخم أيضا. مساحة دار المخطوطات الجديدة تقدر بأربعة آلاف متر مربع، تقع ضمن ما يعرف بأرض مطار المثنى في كرخ بغداد، مساحة تساهم شركات عالمية في تقديم التصميمات المقترحة لإنجازها وفق طراز عمارة شرقية يليق بمكانتها. المخطوطات العراقية بعددها الذي يصل إلى 47 ألف مخطوطة متعددة اللغات والموضوعات والثقافات، هي من أغنى المخطوطات في المنطقة العربية وربما في العالم. للأسف أنها لا تمتلك دارا خاصة بها. من بعد 80 عام على تأسيسها، اليوم نعمل في وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبإشراف معالي الوزير الدكتور حسن ناظم ورعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي. وتعد الحكومة العراقية وزارة الثقافة بأنها ستنجز المشاريع التي تطور المجالات الحضارية والثقافية ضمن خطط مدروسة، مشاريع منها دار المخطوطات الذي سيحتضن أكثر من 45 ألف مخطوط عراقي الأصل. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية.